السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello grade 8 and welcome in our lesson in science today. Our lesson 2 and lesson in unit 1, graduation of properties of elements in the modern table. Graduation of properties يعني تدرج الخواص. خواص of elements in the modern table اللي احنا بندرس فيه واليونت 1 كلها عليه modern table. هندرس فيه ذا النهارده graduation of the properties يعني تدرج الخواص. In our lesson there are three properties. هنتكلم عن الاتوميك سايز، هنتكلم عن electronegativity، هنتكلم عن metallic and non-metallic. Metallic and non-metallic property. And property number one, the atomic size. يعني ايه atomic size؟ Atomic size يعني حجم ذري. يعني ايه برضو؟ يعني the size of the atom. Size of the atom. طيب انا هعرف السايز بتاع الاتوم ازاي؟ بنقدر ان احنا determine نحدد ال radius بتاع الاتوم. تاني الساينتست عشان يحسبوا او يعرفوا الاتوميك سايز بيحددوا او بيقيسوا the radius of the atom. Radius اللي هو نصف القطر. The radius of the atom. The radius very 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 small. Why? Because او عشان تقدر ان انت تفهم يعني ايه هو صغير قوي، هنلاقي ان الراديوس اليونت بتاعته unit of radius اللي هو نصف القطر equal 1 بيكوميتر. طب هو ايه البيكوميتر ده؟ انا اعرف السنتيمتر، اعرف المليمتر، ايه بقى البيكوميتر ده؟ بيكوميتر ده برضو عشان تتخيل قد ايه هو صغير، it equal 1 × 10⁻¹² of meter. تاني النمبر ده تاني، بيكوميتر equal 1 × 10⁻¹² of meter. يعني ايه؟ يعني عشان تتخيلها كويس، انا لو معايا if we have 1 meter ruler its length 1 meter. If you divided it to million parts، هقسمها to million parts، وهاخد واحد part واحد من المليون ده اعمله million parts. البارت بقى من المليون الجديد هو ده equals the picometer. يبقى meter قسمناه million part، المليون part دول هاخد part واحد منهم هقسمه million part تاني، البارت ده هو equals the picometer. يعني one of million of meter. One of million of meter. يبقى البيكوميتر ده unit of the radius of the atom. طب احنا قدرنا نحدد البيكوميتر، حددنا قصدي الراديوس. خلاص انا عرفت الاتوميك سايز. كلامنا بقى النهارده على الجرادويشن. يعني ايه جرادويشن؟ يعني التدرج. يعني انا عايز اعرف الاتوميك سايز ده in the periods بيحصل له ايه وان ذا جروبز بيحصل له ايه. تعالى بقى نشوف مع بعض كده. لو انا معايا graduate ده period in the modern table وده group in the modern table. Periods and group. Period group. تعال نشوف الاتوميك سايز هيحصل له ايه في البيريود. في الاتوميك سايز في البيريود، اولا الاتوميك نمبر، خلي بالك ارجعك كده للدرس الاولاني، الاتوميك نمبر increase by increasing from when we transfer from the left side to right side. From left side to right side the atomic number increase. طيب كمان ال groups from up to down the atomic number كمان increase. يبقى ال atomic number increase from left to right and increase from up to down in the groups. طيب الاتوميك نمبر بيعمل ايه بقى للاتوميك سايز، او الاتوميك سايز بيتحرك ازاي مع الاتوميك نمبر؟ هنلاقي ان الاتوميك سايز بيحصل له ديكريز. اتوميك سايز، اتوميك سايز بيحصل له العكس ان ذا جروب، العكس ديكريز. بيحصل له ايه؟ العكس ديكريز. يعني there is opposite relation between the atomic number and the atomic size.
opposite relation between the atomic number and the atomic size in the period. يبقى في الدورات في ال periods ال atomic number increase but the atomic size decrease. يعني هاجي الاقي هنا ان ال element number 1 مثلا اللي في ال period ال atomic size بتاعه مثلا كده. يبقى اللي بعده اقل، يبقى اللي بعده اقل اقل بيقل. بيحصل له ايه؟ decrease. The atomic size بيحصل له ايه؟ decrease. تمام. طيب تعالى بقى نفهم ليه. قبل ما نتحرك من النقطة دي لازم give reason مهم جدا. Give reason the atomic size decrease in the period. Give reason the atomic size decrease in the period. عشان نعرف الموضوع ده عايز ارجعك ليه السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنا بنتكلم عن حاجة اسمها nucleus inside the atom and around the nucleus there is electrons. كان في nucleus، الاتوم كانت عبارة عن nucleus و around the nucleus electrons rotates in the energy level. في electrons هنا rotates in the energy level. طب تعالى نفتكر ال charges بتاعتها. الالكترونز كانت ال charge بتاعته negative، negative electron. طيب النيوكليس كانت بوزيتيف، ليه؟ لان كان فيها بوزيتيف بروتونز، فعشان كده كانت التشارج بتاعه النيوكليس بوزيتيف. يبقى النيوكليس از بوزيتيف بات الكترونز از نيجاتيف، الكترونز ار نيجاتيف بات ذا بروتونز ار البروتونز بوزيتيف تشارجز. طيب ايه اللي هيحصل؟ اي بوزيتيف تشارج مع نيجاتيف تشارج يحصل ما بينهم اتراكشن. اي بوزيتيف تشارج مع نيجاتيف تشارج يحصل ما بينهم ايه؟ اتراكشن. طيب الاتراكشن اللي هيحصل ده ايه هيأثر هنا عن الاتوميك سايز في ايه؟ تعالى بقى نرجع تاني. لو انا فرضت ان دي بيريود 2 سكند بيريود ان ذا مودرن تيبل، هاجي على بيريود 2 دي هلاقي ان كل الالكترون كل الاليمنت اللي موجوده فيها موجود فيها 2 انرجي ليفل، 2 انرجي ليفل. يعني لو خدت مثلا ده ليثيوم ال اي 3 وبعده مثلا بريليوم اللي بعده بيريليوم 4 والاليمنت اللي بعده بورون 5. تمام. طيب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل بقى هنا في الجرادويشن. هيحصل ايه لو جيت انا عملت كونفيجريشن الكتريك الكترونيك كونفيجريشن للاليمنتس دي؟ لو جيت اعمل الكترونيك كونفيجريشن للليثيوم، الكترونيك كونفيجريشن للليثيوم، هلاقي الليثيوم عباره عن ايه الكونفيجريشن بتاعنا؟ ان الليفل 1 بياخد 2، ليفل 1 11 2 هياخد 1 الكترون، يبقى 2 1. طب البريليوم هيبقى 2 ليفلز برضو بس الاولاني 2 الثاني 2 يبقى زودنا الكترون. طيب البورون او اللي هو 5 هياخد 2 وبعدين ياخد 3. طب اللي بعده اكيد هياخد 2 وبعدين ياخد 4 واللي بعده هياخد 2 وبعدين ياخد 5. انا بعمل ايه؟ اللي بيحصل هنا ان الاتوميك نمبر بيزيد. طب وين ذا اتوميك نمبر انكريز in the period، ايه اللي بيزيد؟ number of electrons in outer most level. يعني الاولاني كان الليفل الاخير بتاعه فيه 1 الكترون، الثاني الليفل الاخير بتاعه فيه 2 الكترونز، اللي بعده هيبقوا 3، اللي بعده هيبقوا 4، اللي بعده هيبقى 5، هيبقى 6 وهيبقى 7. ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل هنا increase in number of electrons in outer level، بزود عدد الالكترونز اللي موجوده في الاوتر ليفل. طيب ايه هيأثر ده على ايه؟ كل ما زاد الالكترونز اللي موجوده في الاوتر موست ليفل كل ما زاد الاتراكشن ما بين النيوكليس اللي هي البوزيتيف اللي هي البوزيتيف النيوكليس والالكترونز اللي هي النيجاتيف. تاني by increasing the number of electrons in the outer level ايه اللي هيحصل؟ the attraction force between the positive nucleus and the electrons in the outer level attraction force increase. طب لما يجذب اكتر يعني when the nucleus attract the electrons in the outer level باتراكشن اكبر، انا شدتها اكتر ناحيتي، النيوكليس شدت الالكترونز ناحيتها اكتر، يبقى الاتوميك سايز هيحصل له ايه؟ ديكريز. يا رب نكون فهمنا. تاني الاتراكشن فورس ما بين النيوكليس وما بين الالكترونز اللي موجوده في الليفل الاخير بيحصل لها ايه؟ الاتراكشن فورس بيحصل لها انكريز، هتشد اكتر ناحيتها فالاتوميك سايز هيقل. تمام؟ يبقى كده واي لو قال لي جيف ريزون قلت التو جيف ريزونز هنا اللي موجودين على اتوميك سايز مهمين قوي. اتوميك سايز ديكريز ان ذا بيريود، جيف ريزون ذا اتوميك سايز ديكريز ان ذا بيريود باي انكريزنج ذا اتوميك نمبر.
هنقول ايه بقى الانسر؟ because or due to the increasing number of electrons in outer level. When the number of electrons in outer level increase, the attraction force between the nucleus and the electrons in the outer level increase. طب attraction force increase يبقى atomic size decrease. شدتها ناحيتها اكتر يبقى الاتوميك سايز ديكريز. كده تمام في البيريودز. تعالى بقى على الجروبز. احنا قلنا ان جروبز فروم اب تو داون ذا اتوميك نمبر انكريز، الاتوميك نمبر بيزيد. طيب تعالى لو انا مثلا خدت برضو خدت مثلا جروب 1A اولها مثلا ليثيوم 3 وبعدها في صوديوم ان اي 11 وبعدها مثلا اللي بعده بوتاسيوم كي 19. لو انا جيت اشوف الاليمنتس اللي موجوده في الجروب 1A، الاليمنتس اللي موجوده في جروب 1A هيحصل فيها ايه؟ تعالى نعمل كونفيجريشن كده للليثيوم. لو انا جيت اعمل كونفيجريشن للليثيوم ادي الليثيوم ال اي، فهيبقى الكونفيجريشن بتاعه 3 2 يعني ايه؟ بعدها 1 2 ليفل. طيب اللي بعده الصوديوم هنا موجود كده ان بيريود 3، يبقى الكونفيجريشن بتاعه هيبقى ازاي؟ 2 8 1. طب واللي بعده بوتاسيوم كي 19 الكونفيجريشن بتاعه ايه؟ ها نقول مع بعض 2 8 8 1. ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في element مثلا 2 energy level لانه كان في period 2، يجي اللي بعده في period 3 يبقى في 3 energy level. طب واللي تحته في نفس الجروب يبقى في 4 energy level، واللي بعده يبقى 5 energy level، واللي بعده 6 energy level. انا بعمل ايه؟ انا بزود number of energy level، كل مره بزود 1 level. طب لما الليفلز تزيد انا نيوكليس ومعايا او حواليا في انرجي ليفل واحد، هل هيبقى السايز بتاعي قد لو انا نيوكليس معايا 6 ليفل او 7 ليفلز؟ اكيد لا. باي انكريزنج ذا نمبر اوف ليفلز ذا اتوميك سايز انكريز. تاني باي انكريزنج ذا نمبر اوف ليفلز ذا اتوميك سايز انكريز، يعني هلاقي ان الاتوميك سايز بيحصل له ايه ان جروبز؟ ذا اتوميك سايز increase. ليه تاني؟ لان levels number of levels حصل لها ايه؟ increase. يبقى the atomic size increase in the group. Why? Due to the increasing in the number of energy level around the nucleus. فاهم دي تمام؟ حلوة. طيب تعال نشوف بقى الريليشن ما بين الاتوميك نمبر والاتوميك سايز في البريود والجروب عشان نبقى كده خلصنا الاتوميك سايز. لو جيت اشوف الريليشن انا عندي يا اما دايركت ريليشن يا اما اوبوزيت ريليشن. واتفقنا دايركت ريليشن اكيد احنا عارفين دايركت ريليشن يعني when one of the atomic size or the atomic number increase if the other increase كده يبقى دايركت، واحد زائد التاني يزيد كده تبقى دايركت. طيب لو الاتوميك سايز لو الاتوميك نمبر حصل له مثلا انكريز ولقيت الاتوميك سايز حصل له ديكريز يبقى كده اوبوزيت ريليشن. طيب تعالى نشوف هنا ان بيريودز the atomic number increase and the atomic size decrease، يبقى كده واحد increase والتاني decrease، يبقى دي كده opposite relation. عشان اعمل graph لل opposite relation هعمل ايه؟ الجراph هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى عامل كده. هنا مثلا ال atomic number وهنا ال atomic size. by increasing the atomic number the atomic size decrease، فيبقى الجراph شكله كده. يبقى دي رسمة ال relation ما بين between the atomic number and the atomic size opposite relation. ده in periods خلي بالك. طب in groups when the atomic size when the atomic number increase the atomic size هو كمان increase. طب one increase the other increase، يبقى دي كده direct relation. طب اعمل ازاي direct relation او بتبقى شكلها ايه يا ولاد؟ بتبقى شكلها كده when the atomic number increase the atomic size increase. فبيحصل ايه؟ بيحصل الجراف بيبقى شكله كده. يبقى دي for the direct relation والرسمه دي for the opposite relation. تمام يبقى كده عرفنا كل حاجه عن الاتوميك سايز. give reason اللي احنا قلناهم مهمين جدا يا ريت ما نقصرش فيهم. the second part in our lesson the electronegativity. electronegativity يعني سالبية كهربية. طيب تعالى نركز كويس قوي نشوف يعني what is the meaning of electronegativity.
عشان اعرف يعني ايه الكترونيجاتيفيتي عايز افكرك ببرضو حاجه احنا خدناها السنه اللي فاتت. كان في عندي حاجه اسمها كيميكال بوندز. كيميكال بوندز في خدنا نوعين اتنين من الكيميكال بوندز، ايونيك بوند اند كوفالنت بوند. ايونيك بوند في اولى اعدادي، ايونيك بوند اند كوفالنت بوند. طيب الالكترونيجاتيفيتي دي مرتبطه بايه؟ مرتبطه بالكوفالنت بوند. بيحصل ايه؟ انا عندي لو افتكر مع بعض، نفتكر مع بعض الكوفالنت بوند كانت بتحصل ازاي. كان عندي مثلا الوتر، الوتر اللي هي H2O. There is one atom of oxygen and two atom of hydrogen. One atom of oxygen and two atoms of hydrogen. طيب هنلاقي في ايه؟ في one electron in hydrogen and the other atom one electron. And the oxygen it has in the outer level 6 electron. فين ال 6 electrons اهم؟ ادي 1 2 3 4 5 6. كنا الكوفالنت بوند دي كان بيحصل فيها ايه؟ كان بيحصل فيها شير باي الكترونز، بتشارك بيه الالكترونات. يعني الاتوم دي شير باي 1 والاكسجين شير باي 1، وهنا الهيدروجين شير باي 1 والاكسجين كمان شير باي 1. فيحصل ايه؟ يحصل ان يتكون ما بين الهيدروجين والاكسجين 1 مونو كوفالنت بوند، وما بين الهيدروجين والاكسجين هنا برضو 1 كوفالنت بوند. والاكسجين بتعمل بتبدا حواليها او يدور حواليها روتيتس اراوند ذا اكسجين اول ذيس الكترونز اراوند ذا اكسجين. كنا بيحصل او بنعملها في الاخر نرسمها ازاي؟ كنا بنقول الاكسجين مونو كوفالنت بوند وذ ذيس اتوم اوف هيدروجين اند مونو كوفالنت بوند وذ اذر ايه اتوم. عشان كده كان في تو اوف مونو كوفالنت بوند ان ذا ووتر مولكول. طيب انا بفكرك بده ليه؟ لان الالكترونيجاتيفيتي مرتبطه باللي انا بشرحه هنا ده. الالكترونيجاتيفيتي يعني the ability of the atom in the covalent compound. ده covalent compound. ability of atom in the covalent compound to attract the electrons in the bonds. electrons of the bond يعني هي بتعمل attraction للالكترونز اللي موجوده جوه البوندز. خلي بالك. طيب قدرتها على انها تعمل attraction للالكترونز دي بنقول عندها الكترونيجاتيفيتي اعلى. يبقى تاني الكترونيجاتيفيتي يعني ايه؟ It is the ability of atom in the covalent compound. In the molecule of covalent compound to attract the electrons of the bonds. يعني قدرتها على انها تجذب الالكترونز بتاعت الرابطة، هو ده الالكترونيجاتيفيتي. طيب لو انا عندي مثلا مولكول زي الووتر، الووتر كوفالنت كومباوند، طيب هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه ان الاكسجين عندها ability وقدرة على انها تعمل attraction للالكترونز اكتر من الهيدروجين. يبقى الالكترونيجاتيفيتي of oxygen is more than the electronegativity of hydrogen or larger than the electronegativity of hydrogen. فعلا ده لو احنا الساينتست قالوا لنا الارقام بتاعتها او حسبوا الحساب بتاعها لقوا ان الالكترونيجاتيفيتي of hydrogen 2.1 but for the oxygen 3.5. الالكترونيجاتيفيتي of oxygen 3.5 but for hydrogen 2.1. فكده الالكترونيجاتيفيتي of oxygen more than the electronegativity of hydrogen. طيب كده عرفنا يعني ايه الالكترونيجاتيفيتي. طب هي بتأثر في ايه؟ او احنا عايزين نتكلم فيها عن ايه؟ عايزين نعرف الالكترونيجاتيفيتي دي بتأثر على ايه؟ The type of compound depend on the difference in the electronegativity between the elements or the atoms inside it. لا تاني كده. The type of compound. نوع الكومباوندز بتتحدد ازاي؟ by the difference in the electronegativity between their its atom. يعني انا هشوف الالكترونيجاتيفيتي في الاتومز بتاعتها اعمل لها ماينس، هعمل لها اجيب الديفرنس ده يعني اعمل لها ماينس، اجيب ده فرق ده.
وبعدين اشوف ال value اللي طلع او القيمة اللي طلعت لو هي very large. تعال نشوف بقى الانواع. لو هي very large هتعمل compound نوع ايه؟ هتعمل ionic compound. طيب ولو هي relatively large، يعني ايه relatively large؟ يعني تقريبا كبيرة، كبيرة بس مش قوي. هتعمل ايه؟ هتعمل حاجة اسمها polar covalent compound. تاني the difference electronegativity، الفرق ما بين electronegativity of atoms inside the molecule of compound هي اللي بتحدد نوع او التايب بتاع الكومباوند. لو انا عندي الكومباوند لقيت الديفرنس بتوين اتس اتوم فيري لارج، فاكيد الكومباوند ده هيبقى ايونيك كومباوند. طب لو هي ريلاتيفلي لارج، يبقى اكيد الكومباوند ده نوعه هنسميه ايه؟ هنسميه بولر كوفالنت كومباوند. وده اللي يهمني، البولر كوفالنت كومباوند ده اللي هنشتغل عليه النهارده او هنعرفه. يعني ده مهم عندنا في منهجنا، ايه هو البولر كوفالنت كومباوند؟ احنا عرفنا الايونيك كومباوند السنه اللي فاتت. يعني كان عندي في الايونيك كومباوند عندي مثلا زي NaCl صوديوم كلورايد، ده كان ايونيك كومباوند. طيب اما السنه دي عايزين نعرف ايه هو البولر كوفالنت كومباوند. طب انا قلت البولر كوفالنت كومباوند ده تحدد على اساس ايه؟ على اساس الديفرنس بتوين ذا الكترونيجاتيفيتي. لو هي ريلاتيفلي لارج فهيتكون بولر كوفالنت كومباوند. يبقى ايه هو البولر كوفالنت كومباوند؟ It is the compound in which اللي فيه the difference in the electronegativity between its atoms relatively large. تمام؟ طب ده زي ايه؟ زي اللي احنا عاملينه هنا. الووتر. الووتر هنا عندي فيه two elements اللي هم hydrogen and oxygen، three atoms one oxygen and two atoms of hydrogen. طب لقينا ايه؟ او لو ايه؟ لو لما جم يحسبوا the difference in the electronegativity between oxygen and the hydrogen، لو انا عملت ال 3.5 دي minus 2.1 هتلاقيها equal 1.4. طب هو الفاليو ده بتاع ال difference in the electronegativity 1.4 ده يعتبر كبير؟ اه يعتبر relatively large، كبير شوية، مش كبير قوي ومش صغير قوي. فعشان كده الووتر كوفالنت كومباوند وبولر كوفالنت كومباوند مركب قطبي، مركب تساهمي قطبي، بولر كوفالنت كومباوند. يبقى من الامثله بتاعتنا او الاكزامبلز بتاعتنا على بولر كوفالنت كومباوند نمبر 1 اللي هي الووتر. طيب في عندي كمان كوفالنت كومباوند تاني اللي هو ايه؟ اللي هو الامونيا. لو نفتكر مع بعض الامونيا اللي هي كانت ايه؟ كانت NH3 two elements nitrogen and hydrogen، three atom of hydrogen and one atom of nitrogen. طيب الامونيا دي ايه بقى؟ فيها فين الديفرنسز عندنا؟ لو انا جيت احسبها، وبرده خلي بالك الارقام دي مش عليك، ده بس عشان تفهم وعشان نعمل اكسبلين لي الارقام دي او الشكل ده بس عشان تعرفها للمعرفه، انما مش هتسال عليها. The nitrogen the electronegativity of nitrogen equals 3 and for hydrogen قلنا 2.1. طب لو انا جيت اعمل difference هلاقيها equal 0.9. طب هي الفاليو دي كده برضو كبيره؟ اه تعتبر relatively large. عشان كده الامونيا هي كمان polar covalent compound. طيب the difference between nitrogen and hydrogen in the ammonia smaller than the difference between oxygen and hydrogen in the water. The difference هنا 1.4، difference هنا 0.9. يبقى when the difference in ammonia because the difference in water more than the difference in ammonia between nitrogen and hydrogen، عشان كده بنقول ان polarity of water is more than the polarity of الأمونيا. يعني القطبية بتاعت الووتر أكتر من قطبية الأمونيا.
طيب ده بسبب ايه تاني؟ لسه قايلين because the difference between oxygen and the hydrogen is more than the difference between nitrogen and the hydrogen in ammonia. ومن غير ارقام ومن غير اي حاجه انا بقول الديفرنس بين ذا الكترونيجاتيفيتي هنا ما بين الاتومز اللي موجوده في الووتر اكتر من الالكترونيجاتيفيتي الديفرنس ما بين النيتروجين والهيدروجين في الامونيا. يبقى احنا كده فهمنا ليه هم قلنا عليهم بولر كومباوند او بولر كوفالنت كومباوند وليه قلنا ان البولاريتي اوف ووتر از مور ذان ذا بولاريتي اوف امونيا. تمام، وعرفنا يعني ايه الكترونيجاتيفيتي، وده كان بروبرتي نمبر 2 in our lesson today. طيب بروبرتي نمبر 3، ان بروبرتي نمبر 3 هتكلم فيها عن ايه؟ عن ميتاليك اند نون ميتاليك بروبرتي. ميتاليك اند نون ميتاليك، ميتاليك اند نون ميتاليك يعني الخاصيه الفلزيه واللا فلزيه. طب عشان نعرفها وعشان نتكلم عنها لازم افتكر السنه اللي فاتت كان في عندي element بقول عليه metal، وكان في عندي element بقول عليه non metal. طيب الميتال دي زي ايه؟ هنشرح عليه مثلا زي الصوديوم ان ايه like صوديوم، ونون ميتال زي ايه؟ مثلا زي الكلوراين سي ال. الميتالز كان نقول يعني ايه ميتالز؟ ايه هو الميتالز؟ دي عبارة عن element which has an outermost level 1 or 2 or 3 electron، فيها في الاوتر ليفل 1 او 2 او 3 electrons يعني less than 4. يبقى ايه هو الميتال؟ what is the metal؟ the element which has an outermost level 1 or 2 or 3 electrons. طب كان ايه هو النون ميتال؟ the element which has in the outer level 5 or 6 or 7 electrons. واحنا طبعا عارفين ان لو في 8 بيبقى نوبل ايه؟ نوبل جاز. تمام؟ ده ما يخصناش دلوقتي النوبل جاز ده. طب اللي يهمني الميتال والنون ميتال. لو الاوتر ليفل فيه 1 2 3 يبقى ميتال. لو الاوتر ليفل فيه 5 6 7 يبقى نون ميتال. طيب in the chemical reaction ايه اللي بيحصل في الكيميكال رياكشن؟ in the chemical reaction the metals all metals loses the electrons in outer level. يعني لو هي اخرها 1 هتعمل lose 1، لو هي الاوتر ليفل في 2 electrons هتعمل lose ل 2، في 3 electrons هتعمل lose لل 3. يبقى هي بتعمل loses للالكترونز اللي في الاوتر ليفل. حلو كده. طيب بعد كده بيبدا يحصل ايه؟ بتتحول الميتال ده بيتحول لحاجه اسمها positive ion. يبقى when the metal loses the electrons in the outermost level it change into positive ion، بتتحول لpositive ion. جميل. طب هو ليه تحول لpositive ion؟ عشان هو عمل لوز الالكترونز، فبقى عنده ايه؟ بقى عنده number of protons is more than number of negative electrons. يعني عنده البروتونز بقت اكتر من الالكترونز عشان هو loses electrons. طيب النون ميتال، النون ميتال فيه 5 او 6 او 7، هو عايز ايه؟ complete the outermost level، عايز يعمل completely ال outermost level. اكيد مش هيعمل lose، امال هيعمل ايه؟ هيعمل gains. gains what؟ gains the electrons to complete the outer level. يعني لو هو فيه 7 في الاوتر ليفل يبقى هو gain 1، لو هو فيه 6 in outer level gains 2، في 5 in outer level هيعمل gains 3 electron. طب لما يعمل gains 1 or 3 or 2 electrons هيحصل ايه؟ it change into negative ion. طب لما يتحول لnegative ion ليه؟ عشان electrons number of electrons become more than number of protons، بقت عدد الالكترونز اكتر من عدد البروتونز فتحول لnegative ion. طب انا بشرح الكلام ده كله ليه؟ لانه عليك السنه دي، يعني مطلوب من حضرتك السنه دي تعرف كل الكلام ده، تعرف ايه هو الميتال، ايه هو النون ميتال، ايه هو البوزيتيف ايون، ايه هو النيجاتيف ايون. البوزيتيف ايون هو ميتال لوزز 1 اور مور الكترونز ديورينج ذا كيميكال رياكشن. طب ايه هو النيجاتيف ايون؟ نيجاتيف ايون هو نون ميتال جينز 1 اور مور الكترونز ديورينج ذا كيميكال رياكشن. طب كل الكلام ده كان علينا السنه اللي فاتت وعلينا السنه دي ولازم نعرفه.
وبكده ان شاء الله الميتاليك ونون ميتاليك هنبدا نشتغل فيها الفيديو الجاي. تحضر نفسك وتشتغل عشان هنشتغل كيميكال ايكويشن في الميتاليك ونون ميتاليك المره الجايه ان شاء الله. شكرا.